زين، نعم العراقيين اريد افتهم، العراقيين دا يقول لك احنا حتى مو بس غبار، اشتمينا روائح مثل الغاز. يعني طبعا هي اكو هسه اكو ابحاث احنا حتى عندنا بالقسم نعمل عليها، انه علاقه الغبار مع الملوثات الغازيه اللي هي تتحرر من، تعرفين حضره جنابك انه لما تم تصميم المصافي كانت هي خارج المدينه، ولكن بسبب التوسع العمراني صار مثلا مصفى الدوره وغيره والمحطات الكهربائية صارت بداخل المدينة، وبسبب تقادم هذه المحطات واستخدام النفط الأسود والخام بتشغيلها، فهذه دائما هناك ملوثات عديدة غازية فقد تترسب على جزيئات الغبار، و يعني تنقل هاي الغازات تثبتها، بالعكس تثبتها وقد يشتموها الناس. أنا بصراحة يعني ما لاحظت هاي، بس قد يكون ان الناس يعني بعض القريبين من المناطق عندها بالضبط، يعني بعض لاحظوا هاي المناطق الظاهرة. اللي شموا هاي الغازات. زين دكتور ثائر، اليوم هاي انتم كخبراء ودكتور وجنابك ايضا استاذ العلوم الجو، الحكومة العراقية ايضا تتحمل هاي المسؤولية، نعم. جزء كبير من مسؤولية الواقع نتيجة مثل ما قلنا عمليات تجريف الغطاء الاخضر اللي موجود، السوء يعني ازمة المياه اللي تسببت ايضا في موجة جفاف حادة. اليوم العراق يعني ضعف الخبرات، التعامل مع تغيير المناخ الموجود، من المسؤول بالضبط؟ من المسؤول؟ يعني بصراحة يعني أكيد الحكومة العراقية والحكومات المتعاقبة، وبصراحة يعني أنا غير متفائل أي يعني تغيير إيجابي بالمستقبل، لأنه نعرف إحنا طبيعة يعني هذا جرنا إلى السياسة ما نريد ندخل بها، ولكن إحنا شفنا أنه على صعيد يعني إطلاقات الماء من إيران وتركيا يعني كانت محاولات خجولة جداً، لم يكن هناك تحرك كبير، يعني على عكس اللي شفناه في حالة مصر وأثيوبيا والسودان، كانت هناك يعني حتى مصر استخدمت كل الوسائل وحتى تهديد عسكري من أجل ضمان حقوقها، وتوصلت إلى يعني طرقت كل الأبواب حتى مجلس الأمن الأمم المتحدة، فيعني حصلت الحد المقبول من الإطلاقات المياه. لكن احنا بالعراق سبب يعني الوضع السياسي يعني أدى كل هذا الشيء، بالإضافة إلى الناحية الأخرى اللي حضرتك تكلمتي عنها، يعني إحنا هسه أكو كثير من الناس يحكون عن إنشاء يعني أحزمة خضراء بالضبط غرب العراق.